يسألان الخسائر الناجمة عن التفجير، يسألان عن حجم الأضرار في بيتي. هيدي المسرحية طبعاً هي مبنية على مشاهد حقيقية عايشة أدهم بالرابع من آب وقت الانفجار، هو وكلبه بودو. وطبعاً نقل هيدي المشهدية ربطها كمان بأمور حدثت معه بحياته الشخصية، منها العلاقة يلي متحدث عنها، ونقلهم على هالمسرح لحتى يخلينا نقرب أكثر على الواقع. صيصان صيصان دعم على القطار، قلت له إنه كل مرة عايشت معي قلبه خبرته بالآخر اللي سامحته على كل شيء. هذا المرفأ المدمى كأسنان القرش، هذا البحر الذي يطوف من حولي، وبأن جسدي الخامل المتعرق. أنا وقت صارت صدمة 4 آب كنت متبني الكلب تبعي إلي شهرين، ولما شفت إنه هالمدينة اللي أنا مفروض تكون مدينتي تحولت لحمام للكلب تبعي، يمكن كان هيدا بلا وعي الانتقام الوحيد من مدينة خذلتني مثل ما خذلت كثير من الشباب يلي عايشين فيها. عبطته من وقتها لما شفته بالتاني البيت، ولما كنا أنا وكلبي بأربع آب عم نتمشى لحد مستشفى روم وصار الانفجار، بهيدي اللحظة هرب الكلب وفكرته ضاع. بس لما وصلت على البيت لعندي شفته بحديقة البيت ناطرني وعم بهز دنب وركض لعندي، ولما عبرته حسيت بلحظة انه بلحظة امان، يعني هالمدينة ما حسستني فيها، كلب حسسني فيها. وبهاللحظة انا بالنسبة لي حديقة جودو صارت وطن بديل. سعداء ونحن في قبورنا، وكيف يصبح العالم سريرا ونوما بريدا. من كم سنة مشروع معه هو مقاومة بالوضع اللي نحن عم نعيشه. بتخيل أي مشروع اليوم ببيروت عم بيكون أصلاً مقاومة، أي مشروع فني أو أي مشروع ثقافي. خلص والله بتعجي مع جايب كل المصاري، بدي أتمنى كلب، بس بدي إياه كلب شعيري مثل داسي. بعد تجول الكلوب في حين عم تمشى أنا وياه